حيت كنعرفوا عليك بانك الاغاني اللي كتغني ماشي كلهم، الاغلبيه كتكون عشتيهم. الاغلبيه آه. الاغلبيه آه. يمكن كاين شي زوج ولا وحده اللي ما كونتريرمون بزاف الفنانه اللي تقول لك لا هذه شي قصه وصافي، اللي تقدر توقع لاي واحد حيت الا عشتي الحاجه تقدر تكون فيها احساس اكثر. سي فري هاد القصه اللي عشتها انا في الفيديو كليب راه الاغلبيه وقعت لهم، يعني قصه يعني الخيانه ولا طيح في انسان اللي كتكون ماتيرياليست، فهمتي؟ يعني هاد الحاجه وقع لبزاف ديال الناس. وقعت لك وقعت لي انت وقعت لك شكون شكون اللي مشى؟ شكون اللي هرب انت ولا هي؟ زعما ندخلوا في لي ديتاي كل شيء. لا لا اللي بغيتي ماشي مشكل، على وجه الوليدات والبنيتات. دابا انا قبل ما انتشر كنت مع علاقه مع واحد الانسانه، كانت علاقه زوينه بزاف، علاقه حب، كنا انا وياها غاديين شويه بشويه دقه بدقه باش نبني واحد المستقبل، نتزوجوا ونديروا وليدات. صافي كانت علاقه ديال 3 سنين. واحد الوقيته ديك البنت اختفت. اختفت في هذيك الوقيته اللي مازال ما تشهرتيش فيها ولا ديك الوقيته اللي ما تشهرتش؟ كنقول لك انا في هذا الشحال يعني قبل ما نشارك لا في سي دوزام لا حتى شي حاجه، كان عندي غير احلام احلام باغي نوصلهم، احلام زوينين. خطر واحد البنت مشات، يعني ما بقاش كتجاوبني، بقيت كنسول عليها ومشي لدارهم ما لقيتش حتى شي حاجه. ماشي هذيك لا لا متاكد شنو غندير زعما؟ ما عرفتش واحد قال لها شي حاجه ما كانتش ودينا هي كتسمع. لا كنت نقولوا هنا سمعنا. لا انا جيك في الطريق باش تعرف. دازت واحد الشهر سمعت باللي انها تخطبات وسافرات. اي شنو غادي نقول؟ كانت هذه واحد الصدمه كبيره بالنسبه ليا. بلا ديك الموسيقى عافاك ديزاستر كلينيك صافي كنحاولوا كن لا لا مي سي سيريو سي سيريو شي كيعاود لانه هو ما جا وخرجوا في اغنيه تا فريمون. كانت واحد الصدمه كبيره بالنسبه ليا، لان فاش كتكون تبغي واحد الانسان وكتبارطاجي معاه بزاف ديال الحوايج وسيرتو ان هذيك الانسانه كنت صافي كان مشروع ديال الزواج، يعني كتبني بزاف ديال الحوايج في الاخر كلشي كي فوالا وما كتعرفش السبب. خطره وحده كلشي يعني بقى يبان لي غير الظلام قدام عينيا، الاحلام ما قلت الاحلام ما بقاوش يبانوا ليا، فهمتي؟ تزوجت واحد السيد لاباس عليه. انا احلام مازال كتبان ليا ما الا كنطلب نترجم يا سيدي عساكنا حدانا نترجم احلام ديما كتبان لي كل نهار. تزوجت واحد السيد لاباس عليه ومشات لامريكان. ايوا اين عام هادشي؟ كنقول لك هادشي في 2000 وقبل سي دوزام 2005 2005 2004 14 عام من بعد غنيتي اغنيه اللي عشتيها في 2005 مازال مقصح ولا غادي نقول لك دازت واحد العام وانا مقصح؟ يعني سكنت واحد الفتره صعيبه بزاف في حياتي، من موراها جمعت السوفل وقويت راسي براسي وحاولت ننسى وكملت الطريق وحققت الحمد لله مجموعه من الاحلام اللي كنت كنحلمهم. دازوا الايام دازوا السنين وهاد الفتره الاخيره عيطات لي. نو باقا مجوجه عيطات لي صافي فهمت. قالت لي عيطات عادي، جابت النمره ديالي قالت لي بادر انا كذا كذا كذا، قالت لي بغيت نطلب منك السماح لان داك الشيء اللي درته ما كيتغتفرش وانا كانوا عندي شي ظروف. قلت لها شوفي انا ما بغيتش نتفكر داك الشيء، قلت لها دابا شنو بغيتي؟ قالت لي بغيت نرجع انا وياك. قلت لها انت واحد الانسانه مزوجه 14 عام من بعد. قلت لها انت مزوجه؟ قالت لي انا ما بقيتش مزوجه، وقالت لي انا دابا لاباس عليا عندي الفلوس. ولكن علاش مشات في ديك الوقيته؟ مش على الفلوس؟ الله يعافي تقلبوا عليا المواقع. لا والله زعما اوكي هاي اسمح لي انا ما نديرش من قلت صواب ولكن دخلنا في هذا الشيء دابا خاصنا ما نقدرش نخرجوا بلا ما نعرف. شنو بغيتي تعرف؟ اللي بغيتي اللي قدرتي عليه. انا بقيت كنسمع لان قلت لها هذا الموضوع اللي كتهضري فيه داز هاد شحال، انا درت حياتي انت درتي حياتك، كنتمنى لك التوفيق لان ما يمكنش هذاك واحد الجرح قديم نسيتو داك الشيء وانا بديت حياتي من جديد. قلت لها وانا واخا هي مطلقه انا كنحترم النساء المطلقات، حتى هما عندهم يقدروا يكونوا حياه واحده اخرى مع انسان واحد اخر، ماشي ضد نتزوج مع انسان مطلقه، لكن غير عندي استوار اللي هذيك الانسانه اللي جرحتني بزاف ما يمكنش نولي ونوطى على كرامتي لان كرامتي فوق كل اعتبار. ما نسيتيش فوالا ما نسيتش وبالعكس كنشكرها عطاتني واحد ليدي انني درت هذه القصه درتها في هذه الاغنيه اللي الحمد لله
كنعتبرها غاديه في طريق النجاح، لان ما درت لها حتى سبونسوريزي عادي. الله بديت ندير لها البرومو من هذه، دابا خرجت هذه 2 سمان والحمد لله واصله. فيما تنخرج للزنقه تيتلاقاوني الناس، تيصيفطوا لي ناس دي فيديو كيقولوا لنا حنا عشنا نفس القصه، برافو بدر وكذا. ف فمزيان شي دابا ملي عاودتي لنا هذا الشيء عاش غادي نفهموا مزيان الاغنيه. نعاود الغلطه دو فوا في ما بي نكون معاك. جي با اونفي بدر سلطان.